إذن حضرتك أخذ مداخلة من الأستاذ الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ومستشار معالي وزير الزراعة. أهلا يا دكتور. السلام عليكم أستاذ محمود، إزيك وإزاي صحتك؟ إزاي معليك؟ تسلم يا فندم، ربنا يخليك. يا باشا قول لنا بس، إرشاداتك المناخية دخلتنا في الحيطة السنة دي. دخلتكم فين؟ دخلتنا في الحيطة، الأتوبيس بتاع الزيتون دخل في الحيطة، ليه ما قلت لناش اعملوا كذا واعملوا كذا؟ لا لا أنا بعكسك ده. بس أنت من أكبر الناشطين، بس أنا بعكسك على الهوا يعني. حبيبي ربنا يخليك. السلام عليكم أستاذ محمود والدكتور محمد غازي، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو أنت فاكر أستاذ محمود، بقالنا أكتر من 3 سنين أو 4 سنين بنتكلم على موضوع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية الكبيرة جدا على قطاع الزيتون في مصر. نعم. وبالمناسبة هذه التأثيرات ليست على مصر فقط، زراعات الزيتون اتأثرت حتى في معظم مناطق شمال أفريقيا اللي هي جنوب المتوسط، والغريب في الأمر إن تعدى الموضوع بشمال المتوسط، يعني كل حوض البحر المتوسط زراعات الزيتون اللي فيه تأثرت بما فيها المناطق التاريخية لزراعة الزيتون في العالم اللي هي حوالين حوض البحر الأول المتوسط، كل هذه الزراعات تغيرت تأثرت بسبب ظاهرة تغير المناخ. طب يا دكتور أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال كنت أسأله للدكتور محمد غازي. في على أحد على أحد جروبات الزيتون عندنا، الجروبات اللي فيها عدد كبير جدا من الناس، في مزارع مصري مثقف قال إن هو قابل خبير إسباني بالصدفة في مصر، وقعد يناقشوا في التغيرات المناخية وأثرها السلبي على الزيتون السنة دي. قال له أصل أنتوا يا مصريين أخدتوا الشجرة الأوروبية بتاعتنا ولم تحسنوا إليها، يعني ما عرفتوش تدوريوها، ما عرفتوش تزرعوها ولا تحسنوا إليها. إحنا عندنا الزيتون السنة دي زي البكول والمنزانيلو وأصناف الزيت الأوروبية كلها إنتاجيتها 100%. ما ردك على هذا الخبير المغرض؟ أنت اللي رديتها الموضوع كله. طب والاصناف المحليه تاثرت ليه عندهم في اوروبا، والاصناف المحليه اللي بينها الاف السنين في مصر تاثرت ليه في كل مناطق زراعه الزيتون في المنطقه العربيه؟ كلام غير منطقي وكلام غير حقيقي. فموضوع التغيرات المناخيه اكبر بكتير من استيعاب الناس. خلينا نتكلم في الاجراءات والتي يجب ان تكون. احنا الحمد لله من 3 سنين زي ما انت حضرتك لما حصل توقعات للتغير في نمط المناخ لهذه الشجره، بدانا ننزل توصيات وتحذيرات وقلنا خلي بالكم يا جماعه، موضوع المناخ اصبح غير مناسب لشجره الزيتون. شجره مركبه معقده في النمو او معقده في موسم النمو بتاعها غير باقي الاشجار كلها. بما طب نعمل ايه يا دكتور؟ نقلعه يعني؟ خليك بس معايا. فضل. شجره الزيتون زي ما قلت حضرتك كده، هي شجرة ليها دورات نمو متعددة في السنة، ليها طبيعة خاصة في التزهير وفي تبادل الحمل وفي العقد إلى آخره. المشكلة الكبيرة جدا إن الفترة ما بين نهاية شهر فبراير ومارس وإبريل دول أهم شهرين أو شهرين ونص في موسم الزيتون. كان في العادة زمان قبل حدوث ما يسمى التغير المناخ كانت الشهور دي شهور في وسط الربيع، ومعروف إن فصل الربيع من الفصول المعتدلة مناخيا، لا حرارة عالية ولا برودة ولا أي مظهر من مظاهر المناخ المتطرف. لما حصل التقلبات المناخية كأنه بالضبط بينشن على الفترة دي، والفترة دي حساسة جدا في أشجار الزيتون بالتحديد. المهم هنطلع من القصة دي كلها بأن خريطة توزيع الأصناف في مصر يجب أن تتغير، حتى خريطة زراعة المحصول في مصر. إيه الجرأة الغريبة إن يخلي الناس تتوسع ويحصل امتداد في زراعة الزيتون في خطوط العرض الدنيا العليا؟ يعني إيه اللي وصلنا لخط 24 و25 و26 بعيد تماما عن حوض البحر المتوسط؟ أنا بتكلم على الفرافرة وبتكلم على مناطق حوالين هذا الاتجاه. طب ما في زيتون مزروع هناك، زيتون تاريخي، بس ده زيتون تاريخي وليس اقتصادي. يعني الفدان الناس بتزرعه لغرض الاستهلاك العادي الفردي، بس مش بزرع عشان اجيب 3.5 طن او 4 طن في المناطق دي. فانا قصدي ان الاخر اصناف الزيتون في مصر لابد ان يكون هناك خريطه صنفيه واضحه تضع في الاعتبار اصناف باحتياجات مناخيه مغايره. يعني الاصناف الموجوده كل اصناف
الموجودة للزيتون سواء أجنبية أو محلية، هذه الأصناف حصل مشكلة بالنسبة للمناخ فيما يخصها. ففي الحالة دي لازم يبقى في تنوع موجود. الغريب في الأمر يا أستاذ محمود والدكتور محمد غازي سمعنا إن في سنين إن الأصناف الأجنبية يحصل لها مشكلة، وسنين أخرى الأصناف المحلية يحصل لها مشكلة، فأنت مش قادر تحط إيدك بالظبط على هو فين موضع الخلل بالظبط. هي نفس يعني المفروض إن الأصناف مش في اختلاف كبير في فيسيولوجيا الأصناف، ولكن في حصل إن في اختلاف كبير جدا في استجابتها للمناخ، ودي برضه واحد نقطة محتاجة توسع جامد جدا من المعاهد المختصة والمعاهد البحثية، ومش المعاهد البحثية بس. أنا عاوز أقول على الهوى، هو ليه دائما وابدا ان يلام على الجهات الرسميه البحثيه في اي مشكله بتحصل يمكن لمحصول في كل دول العالم مش في مصر بس؟ انا ناديت بحاجه من حوالي 30 وقلت القطاع الخاص تعالى، زي ما القطاع الخاص بره بيعمل الار ان دي، بيعمل مراكز ابحاث خاصه بيه للمحصول بتاعه وبيمولها ويدفع لها فلوس، خلينا نمول الجهات البحثيه المصريه الوطنيه اللي ليها علاقه بالزيتون ونزود من مخصصاتها الماليه عشان يقدروا يشتغلوا ويقدروا يطلعوا ناتج. فقطاع الخاص اللي يمولها مين يا دكتور؟ المزارعين يعني؟ لا، القطاع الخاص اللي عنده امكانيات. المزارع الصغير او المتوسط مالوش في القصه دي، هو المفروض هو اللي يتخدم مش هو اللي تاخد منه. انا بتكلم على الشركات الكبيره اللي وقت من الاوقات كان في ايراد كويس ليها، وده طبيعه كل، على فكره طبيعه البلدان كلها بما فيها البلدان المتقدمه اللي بتدي مخصصات محترمه للبحث الزراعي. القطاع الخاص بيساهم والتعاونيات بتساهم في دعم هذا القطاع، لان عارفين كويس. شوف يا دكتور، انا خلينا نكمل يا استاذ محمود. معلش بقى انا هقطعك في حاجه واحده، بما انك مستشار معالي وزير الزراعه انا بحملك مسؤوليه لو سمحت. انا بكلمك كباحث دلوقتي، ما بكلمكش. معلش خدها مني وانا مذيع وليا حق ان انا اتدخل لو سمحت. اقتراح بسيط جدا من كلامك ده، انا بقترح فرض اي نوع من انواع الضرائب على مصدري الزيتون. مصدري الزيتون ضريبه توجه الى صندوق معين لدعم بحوث الزيتون في مصر. ده اقتراح حضرتك. خلينا نكمل بس اللي انا بقوله دلوقتي. اتفضل. فزي ما قلت حضرتك كده بالظبط، ان المصلحه واحده والاخر وقت جه الوقت اللي كنا بنتكلم فيه كتير. يا جماعه احيانا لن يوجد الا العلم ان الناس تتشبث فيه ويكون هو المنقذ للقصه دي. اصبح ان الشغل بالستر والشغل مش عايز اقول بس مصطلحات ما ينفعش اقولها على الهواء، بالمقطف والشكاره انا اللي بقولها. لا لا مش كده خالص، بالعكس ده شغل فطري. انا بتكلم على اللي بيألفه حوله. اللي بيألفه يا استاذ محمود، ما خلاص مش وقتهم. ده وقت العلم ووقت ناتج العلم، وقت الابتكار. ان يصبح الموضوع بصراحه يعني، هات اي خبير او استشاري محترم من الاستشاريين المحترمين في مصر وقول له اتفضل قول لنا الحلول. ما عندوش، غصب عنه ما عندوش، ما قابلوش الشكل ده من المناخ ولا قابلوا التركيبه الغريبه دي، ومش قادر يفسر الشجره بتستجيب بطريقه ما انتش قادر تفهمها يا استاذ محمود. انت راجل مزارع زيتون وعارف ان العلاقه ما بين الزيتون والمناخ علاقه معقده تماما. لا انت عارف تشوف الاصناف وحساسيتها للمناخ، ولا انت عارف تشوف طبيعه التزهير رايح فين وجاي منين. فالموضوع موضوع كبير، والاخر دي صناعه وطنيه يجب ان تدعم ويجب ان لا تترك ابدا. انا اقدر اقول لحضرتك حاجه، وده ناتج من استنتاجاتي بخصوص المناطق الجغرافية الصالحة لزراعة الزيتون في مصر. وقت من الأوقات هتكون هي الأقرب لساحل البحر المتوسط. أتكلم على الدلتا الجديدة، أتكلم على أجزاء كبيرة من الدلتا الجديدة. المنطقة دي أقدر أقول لك إن وقت من الأوقات هتكون آمنة مناخيا لزراعة الزيتون في مصر. دكتور محمد، دكتور محمد، علشان بس وقت الهوا، أنا بشكر حضرتك لكن يا ريت تساعدنا أيضا في أهمية دعم بحوث الزيتون في مركز بحوث البساتين. بشكر حضرتك جزيلا الأستاذ الدكتور محمد فهيم.